الله يرحم الحاج عسيلة وانا وانا والله شاهد على ما اقول غادي نبقى نغوت وغادي نبقى نغوت غادي نغوت نغوت الى ان يرث الله الارض ما عليها حتى ياخذوا ولاد عسيلة الحق ديالهم لانهم خاصهم يتكرموا وخاصهم يتهلاو فيهم لان ما يمكنش اليوم ما عندهمش ام ميته وما عندهمش باهم اليوم خاصنا نوقفوا مع وليدات عسيلة لا يعقل يموت الاب ونشوفوا داري مشردين اي بهار أسيلة كاين اللي كيحب الحياه اي بهار نشوفوا أسيلة وليداتو كيتشردوا ما خدامينش ف اش درنا حدد أسيلة اش درنا ليه ما كرمنا لا في الحياه لا والو ولكن على الاقل نكرموا وليداتو وليداتو محتاجين لينا وليداتو محتاجين اي حاجه دعم مادي معنوي وليداتو ما خدامينش وانا كنعرف كل صغير وكبير على وليدات أسيلة فكنتمنى كنتمنى الرساله ديالك تكون توصل لان المحمديه ظالمه وظالمه في حق وليداتها ما كتعاوش وليداتها ما كتعاوش اللاعبين السابقين فكنتمنى من الناس ورسالتي للسيد عامل عماله المحمديه السي هشام السي هشام العلوي الله يحفظك والله يجازيك بخير كنعرفك رياضي وولد رياضي وكتبغي الخير مد يد المساعده لوليدات عسيلة ومد يد المساعده لعائله عسيلة لان في امس الحاجه لهذه المساعده